تحدث الدكتور فرصت صوفي محافظ أربيل خلال مشاركته في برنامج حديث الاقتصاد والذي يبث على قناة زاغروس حول مسألة ال50,000 دينار لدخول الإقليم والتي تداولتها وسائل الإعلام بشكل مختلف، مؤكدا إنه مجرد اقتراح، مضيفا أن المسألة ليست تجارية بل قرار صحي بامتياز. اقتراح أولا وليس قرار. ثانيا الاقتراح يحتوي هذا التفاصيل. أولا إذا أنت تجي من بغداد إلى أربيل، إذا معك فحص كورونا من أي من المراكز الموجودة في بغداد مخصصة لفحص كورونا، إحنا ما عندنا مانع. خلال 24 ساعة، خلال 48 ساعة. 48 ساعة. نعم. تمام. ممكن أنت تدخل إلى أربيل بدون أي إشكالية. بدون أي تكاليف. بدون أي تكاليف. نعم. بدون أي إشكالية. نعم. وإذا ما عندك فحص كورونا، قدمنا اقتراح آخر. تقديم هذه المسألة إلى القطاع الخاص لإجراء الفحص لأي شخص. نعم. يريد يدخل إلى أربيل بالمبلغ المعقول. سواء كانت 30,000، 40,000، 25,000، 50,000. نعم. أنا ما عندي معلومة على سعر هاي الكيت المخصص لفحص كورونا، ولكن في كل الأحوال هذه المسألة اقتراح، وممكن في اجتماع العليا نوصل إلى طريقة بأن فتح الطرق بشكل كامل.